السلام يعني إنه نسمع عشان الناس يتكلموا عن الحرب، نفتح شاشة التلفزيون بدل ما نشاهد أطفال أشاهد الناس بيموتوا، حين أخرج الشارع ما أحس إن حد عايز يخطفني، شو نقول لهم؟ لا تقتلوش أحلامنا، وقفوا الحرب، نعيش طفولتنا، نحقق أحلامنا، نصير بأمان، نلعب بأمان، نشتري الأشياء اللي نشتيها. أنا أكتب وأكتب دائماً عن الحرب وكيف بعد الحرب كيف نعيش بسلام.